يا فضيلة الشيخ، قبل كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم أن ينفث في كفيه، ما أدري يعني يقرأ قل هو الله أحد والناس الفلق، ما أدري وش الصفة يعني. الصفة أنه يقول هكذا بيديه، يعني يضم بعضهم إلى بعض ثم ينفث بهما ويقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح بهما وجهه وما استطاع من بدنه. مرت واحدة ثلاث مرات يعني ما بعض. ثلاث مرات ما بعض. نعم. النفث قبل أو بعد، ظاهر الحديث أن نفثه يكون قبل، لكن الأمر واسع. كلها ثلاث مرات تقرأ ثلاث مرات مع المسح. بس إيه معه يعني يتبع قراءة. يعني النفث ثلاث مرات. النفث ثلاث مرات والقراءة ثلاث مرات.